ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد دونك من سلسلة ديال دونك لو موفمون اي لا فيتيس دونك لا ديستونس انتر فيل كازابلانكا اي لا فيل دو محمدية اي 27 كيلومتر دونك اون فواتور باركور سي ديستونس ديرون 30 minutes. Déterminer la durée de parcours par heure. Petit B, calculer la vitesse moyenne de cette voiture par kilomètre par heure et par mètre par seconde. Petit C, avant l'arrêt de la voiture, Ahmed a réalisé une chronographie pour cette voiture, donc l'arrêt séparant la prise de deux images successives et 0,5 secondes. Identifiez la nature de ce mouvement, justifiez votre réponse. Donc le leader faire pause à cette vidéo pour répondre aux questions. Donc le leader a déterminé un écart. حدد المدة الزمنية لهذا لقطع هذه المسافة بالساعة. إذن هذا المسار هذا قطعه في واحد المدة هي 30 مينوت دونك كونفيرتير سي 30 مينوت اون اور دونك كالكولي لا فيتيس يعني احسب السرعة المتوسطة بالكيلومتر باغ اور ثم بالمتر باغ سكوند. أول حاجة قال يحسبها بالكيلومتر باغ أور ثم بالمتر باغ سكوند. يعني قبل توقف السيارة أحمد إذن قام بتصوير متتابع للسيارة حيث المدة الزمنية بين صورتين متتاليتين هو 0.5 سكوند. إذن بين هذه الصورة وهذه الصورة على السيارة قطعت واحد هاد المسافة هادي في 0.5 سكوند يعني نص ثانية. انسي دو سويت قالك كيف هي او ما هي طبيعة الحركة نقول معللا جوابك. دار الوليدات نعود الى التصحيح دونك لدينا سيارة تنطلق من الدار البيضاء الى المحمدية. المسافة بين المدينتين هي 27 كيلومتر دونك المسافة سي دي إيكالا 27 كيلومتر. المدة الزمنية التي قطعها في هذه الساقق السيارة 30 دقيقة. إذا أول شيء هي بتيت أ ديتيرميني لا دوغي دونك لا دوغي راهي المدة الزمنية. إذا المدة الزمنية هي تي أو نكتبو لها من أحسن هي دلتا تي. إذا دلتا تي سأحولها إلى الأوغ. إذا الوليدات أول شيء لتحويل الأوغ دائما سنستعمل الطريقة اللي استعملناها من قبل. أول شيء دائما تعرفون أن كل ساعة فيها 60 دقيقة وأن 30 دقيقة سنتعرف عليها الآن. كم من ساعة توجد في 30 دقيقة؟ إذا أول شيء كما تكلمت لكم دائما سأقسم على 60. إذا منين جاتنا القسمة على 60 كنديرو العلاقة الثلاثية. إذا هي 30 دقيقة مضروبة في ساعة مقسومة على 60. إذا هذا هو العدد الذي نريده هنا. إذا أنا إلا كانت عندي 30 إذا بطبيعة الحال غتمشي على 60 مينوت. إذا غتمشي مينوت مع مينوت غتولي عندي هي 30 على 60 بالأوغ. إذا 30 على 60 راهي أن دومي أوغ بطبيعة الحال هي 0.5 أوغ. إذا نصف ساعة. إذا الوليدات 30 دقيقة راهي نصف ساعة. إذا هكذا نعمل الإيجاد نصف ساعة. إذا كنقسمو على 60 كنحصلو على 0.5 أوغ. دونك فوالا دلتا تي هي 0.5 أوغ. إذا نمشي لبتي بي. إذا كالكولي لا فيتيس موين دو سيت فواتور باغ كيلومتر باغ أوغ إي باغ متر باغ سكوند. إذا قاليا أحسب
السرعة بالكيلومتر باغ أور. إذا الوليدات ماذا نعلم؟ أن السرعة دائما هي المسافة على المدة الزمنية. الوليدات المدة الزمنية هي دلتا تي، يعني بين لحظتين، بين يعني دلتا تي كنتكلموا عليها، يعني ساعة الوصول ناقص ساعة الانطلاق. إذا دلتا تي، إذا الدي عندنا هي 27 كيلومتر على 0.5 أور هكذا. إذا إلى حسبناها من طبيعة الحال عندما هي 54 كيلومتر في الساعة. إذا هذه هي سرعة السيارة، طبيعة الحال السرعة المتوسطة، دونك سا سي في في ام. الوليدات اللي بغي نحولها المتر بار سكوند، دائما الوليدات هنا ملي نبغي نحولها صافي كنوليو عارفين هاد العلاقة اللي كنديرو لكم في الدرس، دائما هي 54 كنقسموها على 3.6. ملي نقسم على 3.6 صافي غتولي ليا الوحدة هي متر بار سكوند. إذا متر بار سكوند، إذا كنعمل العملية الكالكيلاتريس ديالي الحاسبة ونوجد السرعة بالمتر بار سكوند. إذا سأجد السرعة هي 15 متر بار سكوند. إذا الوليدات هذه سرعة السيارة بالمتر بار سكوند. إذا نمر إلى السؤال. إذا السي قال لي قبل توقف السيارة، إذا عمل أحمد على إنجاز واحد تصوير فوتوغرافي. Donc il a réalisé un chrono, donc un chrono photographique pour cette voiture. Donc la durée séparant la prise de deux images successives, c'est 0,5. Identifie la nature. Donc je vous mets à l'oulidette. Donc la distance, regardez ça, c'est la distance parcourue par la voiture, la distance parcourue en même durée. Voilà la durée entre cette voiture, donc c'est 0,5 secondes. Voilà, donc il a parcouru cette distance en même durée, 0,25 secondes, ici, 0,25 secondes. Donc regardez la distance parcourue par la voiture en même durée, donc ces distances sont ne sont pas égales, mais donc les distances sont diminuées. Regardez, il y a une de 4 hectares, donc elles sont, donc les distances ici décroissent. Donc on dit que là, donc le mouvement est retardé ou décéléré. Donc l'oulidat, il y a une distance de 4 nax. Donc dans ce cas, donc la distance sur 0,6, voilà cette distance sur 0,5, pardon, c'est 0,5. La distance, on dit ici que la vitesse aussi, il diminue de plus en plus avec le temps. Donc regardez ici, les distances diminuent aussi avec le temps. Donc on dit que le mouvement est retardé ou le mouvement est décéléré. Donc il a on a entamé cette vidéo aisée talamid. Il a tamarin okhra inshallah. Dumtum salimin wa salam alaykoum wa rahmatoullah.